بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم من جديد في الإبسودة. بعد ما أنهينا الحديث عن الويدجتس في سيريز فات، راح نحكي اليوم إن شاء الله بإذن الله على حلقتين أو أكتر عن المينيوز. طيب ايه هي المنيو؟ المنيو ديت عبارة عن القوائم في قلب ووردبريس. طيب اوكي، يعني ايه منيو؟ بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح، شايف البار اللي يعني انا مريفرش كده، شايف البار اللي عليه كلمة contact me وجوجل، ده ديت جماعة هي المنيو في قلب ووردبريس. طيب يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك بمنتهى البساطة ان ووردبريس بيدي لك نظام لإدارة القوائم داخل الموقع اللي انت عايز تعمل له ديزايننج. تمام كده، جميل خالص. طيب ازاي انت بتدير القوائم؟ من خلال المنيو اللي موجوده في الابيرنس. طيب جميل خالص، الشاشه اللي قدام منينا ديت كالعاده في السكرين ابيرنس في مجموعه من الامور المختلفه، يعني مش عايزين نتطرق ليها بشكل كبير، لكن اللي عايزين نقف عنده ان الشاشه دي مقسومه على نصين اساسيين. النص الاولاني حاجه اسمها الايديت منيوز، والجانب الثاني كان عباره عن المانج لوكيشنز. تمام كده. طيب الايديت منيوز ديت هي اللي بتحاول فيها تتحكم في القائمه نفسها، العناصر اللي جوه منها، العناصر دي بتوديك على ايه بالظبط، العناصر دي مربوطه ببوستات ولا بلينكات ولا بكاتيجوريهات ولا بغيره. الجانب الثاني في المانج لوكيشنز دي بتتحكم في اماكن ظهور القوائم في الويب سايت تبعك. تمام، نقطه مهمه جدا جدا جدا، خد بالك ان المنيو دي بتختلف من تمبلت لتمبلت، من ثيم لثيم. يا جماعه الخير، الله يبارك لكم يا رب، كل الحاجات اللي موجوده في الابيرنس دي بتختلف من ثيم لثيم، يعني مش ثابته. يعني في الثيم اللي انا شغال عليه ما عنديش غير منيو واحده بس، ممكن في ثيمز ثانيه تلاقي ابر منيو وداونر منيو، ممكن تلاقي فيه اكتر من ثيم. فهمني، جميل خالص. طيب اوكي، انا عندي منيو افتراضيه اسمها المين، او يعني اسمها المين، ده التسميه الافتراضيه. انا طبعا ممكن احذفها واسمي واعمل نيو منيو، منيو جديده تاني، بس انا مش عايز اعمل كده، انا هعمل اديتنج على الحاجه اللي موجوده. طيب اوكي، الشاشه دي مقسومه لنصين، النص البار اللي على الشمال والبار اللي على اليمين. البار اللي على الشمال ده بيقول لك بص يا سيدي، المنيو دي راح بتتكون او انت بتحط عناصرها من ايه؟ من اربع حاجات اساسيه. اي منيو في الدنيا او اي صفحه او اي رابط في الدنيا او اداره القوائم، ها، الروابط والانتقالات بتتربط بايه؟ بايه؟ طيب اما انك تربطها ببيج، اما انك تربطها ببوست، اما انك تربطها بلينك، ها، بس كاستم اكسترنال يعني. تمام، لانه لو انترنال اكيد هتربطها يا بيج يا بوست، هو ايه الوحدات اللي بتشيل محتوى عندك؟ يا بيج يا بوست، او انك تربطها بكاتيجوري. حلو الكلام خالص. طيب هنبدا بالبيجز. طيب انا ده البار اللي على الشمال، البار اللي على اليمين بيقول لك بص يا سيدي، ده الاستراكشر او الهيكليه العامه للمنيو. طيب اوكي، يعني ايه الهيكل العام للمنيو؟ بيقول لك بص يا انا عندي هنا حاجه اسمها كونتاكت مي، وكونتاكت مي ديت بيج من ضمن البيجز. حلو كده، جميل. الجانب ده كله خاص بالمنيو اللي اسمها مين. طب انت لو عايز تحذف المنيو اللي اسمها مين، هتروح تضغط على ديليت مني، كده يبقى عندك منيو. لا مش هيبقى عندك منيو، كده انت المفروض تعمل ايه؟ تعمل كريت انيو منيو. طيب جميل خالص، لا انا مش عايز كده، انا هشتغل على المين. طيب في المين ده ايه فيها؟ فيها عنصر اسمه كونتاكت مي. خلينا نعمل ريفرش كده ونشوف القصه دي. المين انا ما عنديش غير عنصر واحد بس اسمه كونتاكت مي. طب ليه يا عم؟ ما كان عندي حاجه كان اسمها جوجل، لما عملت ريفرش انا ما كنتش عملت سيف مني. فبالله بعد اذن حضرتك، بعد ما تخلص اضافه العناصر تبعك ما تنسى انك تضغط على سيف مني. طيب جميل، انا عايز اضيف عناصر ثانيه على المنيو دي، مش عايزها تبقى كونتاكت مي بس، انا عايز اضيف عناصر ثانيه. اوكي، نبدا بمين؟ بالمصادر اللي انت ممكن من خلالها تضيف عناصر للمنيو. ايه اول حاجه؟ بتكون البيجز. طب بيقول لك بص في البيجز عندك ثلاثة تابس، اما انك تعرض كل البيجز اللي موجودة عندك، او انك تسيرش على بيج معينة، او انك تستخدم الريسنت. طيب انا لو عايز اعرض الكل، اوكي اعرض الكل، عندك هوم، كونتاكت مي، وايفنت، وجولز، وفي هوم تاني ده للديفولت، واور تيم، وسايت ماب. بعد ما تخلص سيادتك يا فندم ما تنسى من تحت تضغط على ايه؟ على اد تو منيو. بمجرد ما انك تضغط على اد تو منيو هتلاقي كل العناصر اللي حضرتك ضفتها اتضافت لمين؟ للمنيو تبعك. حلو الكلام، جميل خالص. خلوني بقى اعمل سيف منيو، ها، ونروح على الويب سايت ونعمل ريلود او ريفرش.
هتلاقي كل العناصر اللي انت ضفتها موجوده على مين؟ على المنيو. طب اوكي ادي هوم، وبعدين كونتاكت مي وايفنت وجولز. بص كده، ها هوم وكونتاكت مي وايفنت وجولز، يعني من فوق لتحت بتساوي ايه؟ من الشمال لليمين. ليه؟ علشان احنا شغالين على الديفولت الويب سايت بتاعنا من الشمال لليمين. طيب لو انا عايز اغير هتغير ان شاء الله باذن الله، بس فين؟ في السيتنجز. امشي معايا سنه سنه. حلو الكلام؟ جميل. طيب انا عايز ابدل، عايز عنصر يكون مكان عنصر. حلو خالص. تعالى مثلا عند هوم اسحب وشد ونزله عند ها تحت كونتاكت مي واعمل سيف. هتلاقي ان كده كونتاكت مي اول عنصر شمال، تحت منه ايه؟ هوم. نفوق نشوف ونركز. ها ادي كونتاكت مي، وبعد منه بيكون عباره عن العنصر هنا هوم. حلو خالص. طيب انت مش واخد بالك ان كونتاكت مي متكرره مرتين؟ انا مش عايز كونتاكت مي. جميل خالص. افتح دي وابتدي اعمل لها ايه؟ اعمل لها ريموف. هتلاقيها انها اتشالت مثلا عندهم. افتح دي واعمل لها ريموف، هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها مثلا اتشالت، وهكذا بالنسبه لبقيه العناصر. ما تنسى بعد ما تخلص تبتدي تعمل سيف منيو. جميل. وبعد ما تخلص الامر بسيف منيو اعمل ريلود هناك كده علشان تشوف اللي انت عملته. ادي اول ايفنت وجولز واور تيم وسايت ماب وكونتاكت مي. حلو خلاص الكلام ده. جميل كده احنا اتعلمنا موضوع الترتيب. حلو، خلونا نفتح ده في البيجز. بالنسبه للبيجز يا جماعه، هو بيحاول يقول لك ان انت عندك مصادر مختلفه تقدر من خلالها تضيف حاجات، هتضيف مصادر للمنيو بتاعتك. فبتلاقيه كاتب لك هنا دي بيج، دي بيج، دي بيج، دي بيج. لو انا ضفت بوست هتلاقي كاتب لك بوست، لو انا ضفت كاتيجوري هتلاقي كاتب لك كاتيجوري، علشان انت وانت بتعمل اديتنج للمنيو تبقى عارف بالظبط ايه العناصر وانت بتجيبها من فين. حلو، خلونا نفتح البيش كده ونديها نظرة بسيطة عن اولا النافيجيشن ليبل. ده معناه ايه؟ ده معناه الاسم اللي هيظهر هنا اهو ايفنتس. ها ده الاسم اللي هيظهر بره. حلو الكلام، جميل خالص. طب الجانب الثاني بيقول لك موف، لو انت عايز تغير تحركه انت ممكن تحركه بسحب والقاء، كما ان في طريقه ثانيه انت ممكن تعمل له موف داون 1. طب ما فيش اب ليه؟ لان ده اول عنصر. يعني في جولز هلاقي فيه موف داون وموف اب، هلاقي فيه موف داون وموف اب كمان. ده في اندر وفي توب، ده في اندر وفي توب ليه؟ هجي لك كمان شويه. تمام اوكي. الاوريجينال ده وبعد منه ايفنت، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لو ضغطت عليها هتبتدي تروح بلايف بريفيو للمحتوى اللي موجود في الصفحه. يعني انت عايز تروح للصفحه دي عباره عن ايه؟ طب ده يختلف عن النافيجيشن ليبل. يختلف عن النافيجيشن ليبل. انت عارف انك لما يا رب تكون الناس مركزه معايا، لما انت بتنشئ صفحه جديده، ها الاسم بتاع الصفحه هو اللي بينزل في السلاج. حلو الكلام، جميل. ايه السلاج ده؟ العنوان اللي بيتكتب فوق. راجع بالله مره تاني كده عشان نركز مع بعض. طيب اهو بالظبط يا جماعه، السلاج ده هو الاوريجينال. يعني انت لو غيرت في ايفنتس مش هيتغير في الاوريجينال. ليه؟ لان الايفنت الصفحه بتاعتها معموله بسلاج اسمه ايفنت في الاول اساسا يعني. حلو كده. لو انت غيرت في السلاج هتلاقي دايركتلي الكلام ده اتغير، بس انت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج تحذف العنصر اللي انت ضفته وتضيفه مره ثانيه علشان ايه؟ علشان يحصل ابديت للداتابيز. اللهم خير، ويا رب تكون الناس مركزه وما تشغلش بالك معايا في النقطه بتاعت الداتابيز والتحديث والحذف والكلام ده، هنجي له ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للكونتنت. ده طبعا انت عارف ان ممكن تعمل له ريموف، ولو عملت تعديلات ممكن تعمل لها كنسل عشان ترجع للديفولت للوضع الافتراضي. حلو، جميل جدا ورائع وممتاز. طيب اللي عندي في حاجه من تحت اسمها منيو سيتنجز. ايه فيها؟ فيها حاجه اسمها اوتو اد بيجز، اوتوماتيكالي اد نيو تو ليف البيجز تو ذس منيو. هو بيقول لك انك لو نشطت لي الامر ده انا هضيف لك الصفحات اللي بيرنطات من بعض جوه بعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا في البيجز كنت عامل صفحه تبقى بنت لصفحه تاني، لو جيت ضفت الصفحه الام دايركت للصفحه الابن اتضاف تحت منها. الجانب الثاني ديت برايمري منيو. برايمري منيو ده معناها ايه؟ انها هتتحط في اللوكيشن برايمري. هي طبعا كده كده برايمري منيو لاني اساسا ما عنديش غير منيو واحده بس بالسيم ده، يعني فاهمني؟ فكده كده حتى لو شلتها مش هلاقي ان في فرق او في اختلاف. لكن في الثيمات اللي فيها اكتر من منيو، لا ساعتها توقف البرايمري منيو هتكون غير السكندري منيو، لان كل منيو هيكون ليها مكان وليها ايه؟ وليها عناصر وليها غيرها من النقط المختلفه. جميل خالص. طيب فهمني بالله موضوع التوب ليفل ده معلش بعد اذنك. طيب بمنتهى البساطه، شايف انت وركز معايا، لو انا مسكت الجول ها كاني هحركها ورحت دخلتها سنه لجوه شويه كده، بقت ايه يا جماعه؟ بقت الجول اهو. قال لك دي سب ايتم من ايفنتس، صح كده؟ من الاب اللي فوق منها. طب خلينا نعمل سيف كده ونعمل ريفرش. لو رحت عند ايفنتس هتلاقي جولز، على الرغم ها لو رحت عند ايفنتس هتلاقي جولز، على الرغم
ركز معايا بعد اذنك. لو انا انت بتقول لي ان كده الجولز بيجت سب ايتم من الايفنتس، ها وديني للبيجز بعد اذنك اللي فيه الجولز والايفنتس. العلاقه ما بين الايفنت والجولز ايه؟ ها ايه العلاقه ما بين الايفنت والجولز في الصفحات؟ ادي الايفنت دي صفحه ستاند الون، والجول دي صفحه ستاند الون، يعني دي مش سب ايتم من دي، يعني لا مفيش حاجه زي كده. بس لو لما انت في المنيو رحت عملت القصه دي فراح قال لك لا الوضع مختلف. طيب انت عايز تعمل ايه؟ طيب خليني اتوهك معايا شويه لو انت كنت مركز. انا هعمل صفحه، والصفحه دي انا هسميها مثلا ايفنت 01. الصفحه دي انا هخليها بيرنت من صفحه الايفنت، يعني ايه تقصد تقول؟ يعني دي هتكون ابوها، دي هتكون ابوها، وانا هشتغل مثلا على ايه؟ على الديفولت، وهعمل ببلش للصفحه دي. تمام؟ يبقى عندي صفحه اسمها ايفنت 1، والصفحه اللي اسمها ايفنت 1 ديت عباره عن الاب بتاعها بيكون عباره عن كده. طب خلينا نعمل ريفرش. لو انا رحت عند ايفنتس هلاقي الجولز بس مش هلاقي الصفحه بتاعتي. جميل. طيب رجعني مره تاني لمين؟ رجعني مره تاني بعد اذنك للابيرنس، ودخلني على المنيوز. انا المره دي بقى هعمل ايه؟ هرجع الجولز سنه لورا، وهعمل هعمل سيف للايتمز. تمام كده؟ وهروح اعمل ريفرش. كده المفروض ان ايفنتس مش جوه منها حاجه، وجولز مش جوه منها حاجه. طب ليه يا عم انت الكلام ده بتقوله؟ لما انت كده كده عملت لي صفحه سب ايتم وسميتها ايفنت 01 وخليت البيرنت بتاعها ايفنتس، ها ليه ما ظهرتش؟ اقول لك بسيطه، لانك لسه مش عامل كنترول على اوتوماتيكالي اد توب ليفل. طيب لو انا عملت اوتوماتيكالي اد ورحت عامل ايه؟ ورحت عامل ريفرش، المفروض يحصل ايه؟ المفروض طيب خلونا نعمل ريفرش كده، ولو رحت عند ايفنتس مش هتلاقي حاجه حصلت. طيب ليه مش هتلاقي حاجه حصلت؟ لانك انت لسه ما ضفتش الصفحه نفسها. بس الشاهد في القصه شايف ايفنت ايفنتس الصفحه، ها البنت منها بتكون ايفنت 01. لو انا عملت لها اد، ها هلاقي ايفنت 01 موجوده تحت خالص كانها صفحه ستاند الون. ده معناه ايه؟ ده معناه اوتوماتيكالي اد نيو توب ليفل تو ذس منيو، ان اي عنصر يتضاف يتضاف على مين؟ على توب ليفل، كانه عنصر توب ليفل، يعني ملوش دخل بالصفحات اللي تحت منه. تمام كده؟ طيب خلونا بقى نعمل ايه؟ نفتح الصفحه دي ونعمل ريموف، ونروح نشيل الامر ده، ونبتدي نعمل سيف منيو. حلو الكلام؟ جميل. ونروح معلمين على مين؟ على ايفنت 01 وضايفين اد. هتلاقي نفس الفكره انها اتضافت. يبقى طيب ايه الشاهد معايا؟ اني امسكها بايدي كده واروح احطها تحت الصفحه بتاعتها كسب ايتم، وابتدي اعمل سيف منيو. وبعد ما اعمل سيف منيو هبتدي اعمل ريلود، ولو رحت على ايفنتس هلاقي ايفنت 01. طيب اوكي جميل خالص. طيب ربما الموضوع بتاع اوتوماتيك ديت ما اتضافتش او ما ظهرتش معانا بشكل كويس، تظهر ماشي ان شاء الله. خلينا نعمل ريموف لايفنتس، وريموف مره تاني لايفنت كلها بقى باللي فيها. تمام؟ وخد بالك ان انا مش عامل اوتوماتيكالي اد نيو، لا مش ضايف يعني. تمام؟ وهروح اعلم على ايفنتس، وهعلم على 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 ايفنت وايفنت 01، وراح اعمل اسف يا ربي، بعد ما علمت على الاثنين هبتدي اضيف اد تو منيو. ضفت الاثنين هلاقي الاثنين يا جماعه متضافين كتوب ليفل، الاثنين متضافين كان هما الاثنين تحت بعض. تمام. ده الشاهد في القصه دي. خليني طيب اعمل ريموف، واعمل ريموف مره تانية للايفنت، واروح اعمل اوتوماتيكالي اد، واعمل سيف منيو، وهعلم على الاثنين واضيف اد تو منيو، هلاقي الاثنين اتضاف. طيب يبقى انا كده عندي، يمكن يكون الوضح الفرق، ان اي عنصر بيتضاف بتلاقيه اوتوماتيكلي بيتضاف تحت العنصر بتاعه. الشاهد معايا لو انا كنت عايز اضيف عنصر تحت من عنصر ببتدي اضغط. طب السب ايتم لو انا عايز اضيف له سب ايتم تحت منه، يعني مثلا كونتاكت مي تحت العنصر الثالث، هبتدي اضغط وهكذا. كده بيجي عندي ايه؟ عندي شجره فيها مجموعه فيها ثلاث عناصر مختلفه، اولها بيكون في ايفنتس، في ايفنتس وايفنت 101، وجوه منها كونتاكت مي وهكذا انليمتد من مساله الايه؟ من مساله النستنج، والمساله زي ما انت عايز يعني. تمام كده؟ ده بالنسبه للجانب الاول اللي احنا حابين نحكي فيه كتمهيد بشكل بسيط كده لموضوع المنيو. جميل. خلونا طيب نكمل كده دايركتلي علشان نحكي في موضوع تاني اللي هو بيكون عباره عن البوستس. انا ممكن اربط
بوست معين جوه المنيو بتاعي. تمام كده، مثلا انا عندي 4 بوستات، لو انا عايز التعلم المقلوب كبوست يكون موجود هضغط على اد والاقيه ظهر في التوب ليفل، ولو انا عملت ريفريش او انا عملت سيف للمنيو ورحت عامل ريفريش هلاقي التعلم المقلوب ظاهر معايا كبوست، لو انا ضغطت عليه هيوديني للصفحه للبوست بتاع التعلم المطلوب، وعادي جدا والمنيو بتاعي ثابته. يبقى انت مش بس بتربط بصفحه، انت كمان ممكن تربط ببوست، وفي البوست بيظهر لك نفس الحاجات اللي موجوده في البيجز، كل البوست او دور لي في بوست او الموست ريسنت بوست. ده بالنسبه للجانب اللي احنا حابين ناكده في الابيسود ده، وعلشان الوقت ما يطول رح نعمل كات ونكمل في الابيسود اللي جاي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.